شو بتعرف انت كمسيحي عن جمهورية أرتساخ؟ شو بتعرف انت كمسيحي عم تصلي اليوم لغزة عن اقليم نوغورنو كاراباخ؟ هن حد ارمينيا بما يعرف تركيا، اللي لما كان اسم ارمينيا موجود ما كان لسه في تأسيس لشيء اسمه تركيا. هل معكم خبر انه 105,000 بني ادم، انسالي انه مسيحي، 105,000 بني آدم جرى إجلاؤهم عن أرضهم، عن بيوتهم، هاي البيوت من جدود جدودهم هلأ تم طردهم من أرضهم، جبروهم على النزوح لأرمينيا، ما في مين يستقبلهم، ناموا بسياراتهم، ناموا بالطرقات. مين اللي عمل فيهم هيك؟ أذربيجان. مين أذربيجان؟ هو عبارة عن كيان قذر إسلامي تم اختراعه من 40-50 سنة، لا إله جذور تاريخية، لا إله أرض، لا إله حضارة، لا إله شيء. حطته تركيا هون، هو الممر البري لأرمينيا. قالوا لهم بدكم يعيشوا بأمان وسلام، روحوا اسقطوا عن أرمينيا قضية المذبحة اللي عملوها فيهم العثمانيين. أرمينيا ما بتسقط هذا الأمر. ستي أمي عايشة لليوم، عمرها المرأة 90 سنة، إحدى ضحايا هاي المذبحة والمجزرة والإبادة الجماعية العرقية اللي عملوها بالأرمن. شلون بده يسقط هاي القضية عن العثمانيين وعن الأتراك؟ أو حطولهم هيك مجموعة جرذان اسمهم أذربيجان، مدعومين من مين؟ تتفاجئوا كتير، مدعومين من روسيا من جهة، إسرائيل سلحتهم من جهة، أمريكا على أساس واقفة مع أرمينيا على أساس بدها تسلح الجيش ما سلحت ولا حدا. ليه؟ لأنه كلهم بدهم خط الحرير يمر من هون. 105,000 بني آدم ترحلوا. تقعد بتقلي يا حرام أطفال غزة، طب ما إلهم حق بالحياة. هدول ما إلهم حق بالحياة ليه؟ لأنه المسيحيين، لأنه المعتدي مسلم، كنايسهم عمره 1200 سنة، اليوم صاروا محولين 3 كنايس لجوامع. 120 صبي خطفوا، أهاليهم ما بيعرفوا وينهم، ومو أسرى مثل اللي بيعملوا بين إسرائيل وفلسطين، لا لا، بيخطفوهم بيغيبوهم 5-6 سنين، بيعملونهم غسل أدمغة، صلوا على الله وعلى محمد وبيرجعوهم بيناتهم ليصيروا كيف نحن اليوم بسوريا. بتلاقي في عنا ناس مسلمين بيناتنا عم يطالبونا لقلنا انه لا نحن شو قلنا ذنب، وعم يدافعوا عن الغزاة. هيك بيتم غسل أدمغة أطفال. بيجيك مسلم بيقلك ايه بس أرمينيا هن تنازلوا عن أرتساخ، هن تنازلوا عن إقليم نوغورو كاراباخ. طبيعي، ما في مين يسلح. إيران هن اللي حطوا أذربيجان، ولما حاولوا يحاربوا ولا حدا وقف معهم. الروسي هو قال لهم هاي لا أذربيجان، يلا روحوا خلوا أمريكا تفيدكم، ما بتكون أمريكا تسلحكم. اجى الروسي قال لهم هاي، هو طبعا بده اياها ذريعة لأنه بده يمرق خط الحرير تبعه. وأذربيجان والإسلام بيمرقوا مصالح الروسي. المسيحي ما بيؤتمن جانبه بالحرب. ليه؟ لأنه المسيحي ما عنده ثقافة الدم، ما عنده ثقافة يحمل سلاح، ما عنده ثقافة الاعتداء وأخذ أرض الآخر، فما بيفيدهم سياسيا مثل المسلم. 105,000 ناموا بالشوارع، سمعتوا شي عنهم؟ حدا شاف أوجاعهم؟ قطعوا روس الأولاد بجد أذربيجان، بيجي بيقلك تنازلوا عن أرضهم. تعا كون هذا بيتك أنت وما معك سلاح فيه، وما في مين يجي يدافع عنك، ولا الشرطة ترد عليك، وبدي فوت أنا بسلاحي أذبح ابنك قدامك وأخذ بيتك. شو بتعمل؟ بدي بيتك غصبا عنك، ما بقي لك حدا، بقيت أنت، شو بتعمل؟ تجوا تعملوا رجال وبتقولوا هن تنازلوا عن كنائسهم لأنه بده، ما في، هن طلعوا بتيابهم عورات. إذا واحد تحت السيف مجبر يوقع لك اسمه تنازل؟ ليه؟ ليس لأنه المسيحية. والأرمينيا والأرمن اللي منكم بيحكوا عربي وصلوا للي ما بيحكي عربي، أنتوا عم تبادوا وعم تقتلوا وعم يصير فيكم اللي عم بيصير، مو لأنكم أرمن، لا تخلوا حدا يضحك عليكم، مو بسبب قوميتك، لأنه أنت اليوم أرمني إذا بتكون مسلم بيحلوا عنك، لأنك مسيحي تباد، أنت لأنك مسيحي حامل الصليب. أرمينيا الشيطان ما رح يحل عنا، أرمينيا هي أول مملكة كانت بتعتنق الإيمان المسيحي، رح يدفعون على آلاف السنين تمن كيف بتخلص النفوس من الشيطان. الروسي مانو مسيحي، الروسي لاحق مصلحته، الروسي هو نفسه روش بالكتاب المقدس، ممثلين عن الشيطان اللي رح يتوحدوا مع الكل، مع إيران متوحدين، مع الصين متوحدين، وأمريكا ما فيها تعمل شيء.
وبالعربي مورجينا شو تعالوا شوفوا هون في عنا عندك مطلب حق لك. على الأقل الإسرائيلي إله بالتوراة ذكر بهالمناطق يافا وصور وصيدا وبيت لحم مذكورين بالإنجيل مذكورين بالتوراة، إله معابد إله آثار إله شيء. فلما عم يرجع يطالب بتشوفه أنت بتصير وجهة نظر حق ولا مو حق. أذربيجان ما إله شيء، الشيعة ما إلهم شيء. لما كان في كنايس بأرمينيا وبأرتساخ ما كان لسه إجا محمد، كان لسه ما خلق محمد كله على بعضه، لا هو ولا الحسن ولا الحسين ولا علي بن أبي طالب ولا هالشلة كلها، لحتى تقولوا إلهم حق وهي جوامعهم اللي عم تموتوا فيها، عم تاخدوها تسرقوها من أهلها على دموع ودم أهاليها، على دموع ودم المسيحيين، عم تاخدوا لتصلوا بمعابدكم اللي عم تموتوا فيها، وإيد الرب الإله رح تضلها تقيلة عليكم ورح نشهد هلاككم، وكل مرة رح أطلع أقول إنهم يهلكون. والمسيحيين اللي عم تضطهدوهم بدمائهم وولادهم لتسلبوهم أرضهم، ربنا من عنده ما بيهنيكم بشبر أرض، لا أنتوا ولا أولادكم ولا أحفادكم، ولعنة محمد بتضلها معكم لجيل مو لجيل العاشر لوقت مجيء الرب. لما بدك تكون إنسان بدك تشوف الكل وتدافع عن قضايا الكل وتطالب بدماء الكل. الدول والأمم المتحدة قاعدين عم يتفرجوا بعتين لهم على حفظ السلام، لأنه منطقة نزاع وتوتر بين أذربيجان وأرمينيا. لا، ما في توتر، هو في محتل مسلم من 1400 سنة، كل حدا ما بده يحتل معه وما بده يأسلم معه وما بده يسرق الأرض بده يقتله. هو غازي، هو هيك عابد إله دموي بيقول له لا تترك حدا على الأرض، يا بيعبد للشيطان يا بتقتله. ما عندي إسلاموفوبيا، لو عندي إسلاموفوبيا كنت بخاف بقول هذا الكلام، كنت بكون شاركت لكم قيمة يا قتلة إنه تجوا تقتلوني. في إسلامه قرف، حتى البريء منكم لك، حتى الطفل المسلم صار لما بيموت ما عاد نقدر نتعاطف معه، خاصة لما بتسمع أبوه وأمه عم يقولوا قدمناه فدا الإسلام ومحمد، بالله لا يردكم، لا انتوا ولا اولادكم طالما كرمال محمد، كرمال محمد عم تقتلوا، كرمال محمد عم تسبوا، كرمال محمد عم تزنوا وتسرقوا، وجايين تقنعوا البشريه انه هذا رحمه للعالمين. لاي اخ واخت ارمنيه سكروا عنكم المنابر، الاعلام العربي ما بيحكي عنكم، ما حدا دريان فيكم، مستعده اعمل مو حلقه سلسله حلقات وبرنامج مريضا فزرتموني مستعده يكون كله للشعب الأرمني وللاجئين اللي صاروا نزحوا على أرمينيا من نغورنو كارباخ. لأي حدا بده يطالب بحق، بده يرفع صوته، للأمهات اللي خطفوا أولادها، للأمهات اللي قتلوا أولادها قدام عيونها، أنا جاهزة وترجمة لكل اللغات وعلى حسابي الشخصي. ما رح نقدر ناخذ لكم حقكم لأنه هاي الأرض للشيطان، إله هذا الدهر الشيطان حل من قيده وعم بيعوث فيها ظلم وفساد تحت اسم الله ومحمد. والماسونية ودول كبيرة منا أمريكا سامحين له وفاردين له، وقاعد بابا الفاتيكان يقول لك أطفال غزة، غزة مين يا شيطاني اللي بتقعد بتبكي على كل مسلم؟ ما تارك أنت أرتاخ وتارك الأرمن عم بيموتوا، مين هي غزة تاريخيا؟ وين ذكرت تاريخيا بأي كتاب؟ بس نفس الشيطان بتعبد أنت وياهون، بيقول لك وين الأطفال اللي عم ينحرقوا وتنقطع روسهم؟ عم تخلوا ليش بوست ولا صورة ملكو يوسف الشاب الإعلامي بإسرائيل، محيتوا بوستاته، محيتوا صور حرق الأطفال اللي حطتها، ولكن شعب ما بيستحي، أنتوا شعب بتعرفوا تعملوا الجريمة وكاملة وتدفنوها، هيك علمكم الله ومحمد. للأرمن ارجعوا للرب، خلي الرب يتمجد فيكم، خليه حارب عنكم، خليكم تشوفوا كيف يسقط عن يمينك ألوف وعن يسارك ربوات يا أرمينيا. ارجعوا للرب الإله بحق، للرب يسوع المسيح بحق، شيلوا كل العبادات اللي أدخلت عليكم، كل الفكر اللي قالك أنت قوميتك أهم من مسيحيتك، قوميتك ما بتفيدك وما في أمة بتوقف مع قوميتك، بس مسيحيتك إلى رب بيوقف معه. ارجعوا للمسيح. هذا كل شيء، ورح أعمل سلسلة حلقات إذا في حدا من الأرمن بدون خوف قادر يطلع ويحكي الحقيقة كاملة، 100 أهلة وسهلة فيه. وبرجع بقلكم حلقات مريضة فزرتموني كمان مستعدة خصصها لقلكم إذا اقتضى الأمر. قالوا أنه أرمينيا ما عم تقصر وعم تعطي الناس وعم تساعدهم، عم يحاولوا يرتبوا لهم ببيوت النايمين بالطرقات. بصلي لأنه ربنا يداوي جروحاتكم ويطبطب أوجاعكم، وولادكم المخطوفين يرجعوا لكم بأمان، وربنا ينتقم منهم ولا يرحم فيهم لا حي ولا ميت.